السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ النهارده ان شاء الله هنستكمل سلسله الداتا موديلنج في دايمنشن جديد عندنا، اللي هو اسمه الفاست تشينجينج دايمنشن. فاست تشينجينج دايمنشن ده هو زي ما قلنا هو من سلسله دايمنشنز بيحصل فيها تغيير في الدايمنشن كل شويه. الفرق بينه وبين سلولي ان سلولي بيبقى بطيء، لكن التشينج بطيء، لكن الفاست بيبقى سريع، ممكن يحصل كل يوم، كل اسبوع، كل اسبوعين. طيب، وبنهندل الدايمنشن ده عن طريق حاجه اسمها الميني دايمنشن. انا عايز اوضح ان احنا هو ما اسموش ميني دايمنشن، اسمه فاست تشينج دايمنشن، بس بنهندله عن طريق الميني دايمنشن تكنيك. طيب، ايه هو الفاست تشينج دايمنشن؟ قلنا ان هو دايمنشن فيه اتريبيوتس تغير في فاست كل يوم، كل اسبوع، كل شهر. مهم ان السرعه بتاعته بتخلي ان التيبل ده ممكن يكون فيه هيستوريكال كبير. طيب، لو جينا فكرنا هنا، طب ما حد يجي يقول لي وانا منتظر الحته دي، انت قلت ما انا هندله عن طريق التايب 2 في السلولي تشينجينج دايمنشن. حلو، جميل جدا. بتبقى عندي الهيستوريكال داتا بتاعته. المشكله هنا ايه؟ ان لو عندك عملت هاندلنج عن طريق تايب 2 يبقى عندي تيبل هيستوريكال كبير جدا جدا جدا، فبالتالي الدايمنشن ده لوحده هيبقى ايه؟ هيبقى مثلا تعالى نتخيل عندي 20 مليون مثلا مريض. حلو، 20 مليون مريض دول كل يوم، سوري، كل اسبوع بيحصل لهم تشينج في الويت بتاعهم، فكل ما يروحوا يكشفوا بيحطوا نيو ريكورد للمريض عشان الويت بتاعه اتغير. بتبقى عندي ايه؟ 20 مليون في 10 بقى 200 مليون مثلا، فبالتالي ده رقم كبير جدا. يعني لو الناس لو كل شهر حصل 10 تغييرات، او مثلا كل سنه 10 تغييرات، بقى عندي كل سنه 200 مليون زياده. بالتالي بيحصل هنا ايه؟ بنقول احنا لازم نبدا نفكر في حل تاني غير ده. ايه هو الحل بتاعنا؟ الحل بتاعنا ان انا افصل الحاجات الفاست تشينج في تيبل لوحده، وبالتالي لما افصلها بتيبل لوحده ابدا اماتش المريض والكي بتاعه عن طريق الميني دايمنشن. الميني دايمنشن ده هو التكنيك اللي بيربط اللي بيحل مشكله الفاست تشينج دايمنشن. يعني فاست تشينج دايمنشن ما اسموش ميني تكنيك، ميني دايمنشن. هو الميني دايمنشن ده هي التكنيك اللي بتحل مشكله الفاست تشينج دايمنشن. اوكي، طيب ناخد المثال ده. تخيل عندها مثال ميديكال كمباني، عندها مرضى، المرضى دي عندهم شويه بيانات، عندهم اي دي، عندهم النيم، عندهم ليها جندر، ليها بيرث ديت اللي هو بنجيب منه الايج، ليها ويت، ليها بلاد بريشر، وليها ابديت ديت. طيب، ايه التكه هنا؟ اول حاجه محتاجه انا كديزاينر او كداتا هاوس انجينير في الداتا موديلنج ابدا افكر فين الفاست تشينج هنا. فبرؤيه المجرده كده هلاقي ان ده ثابت، ده ثابت، ده ثابت، ده بس اللي بتغيره الويت والبلاد بريشر. طيب، جميل جدا جدا جدا. طيب، ليه انا ما مفصلش كل حاجه وابقى كل حاجه تبل لوحده؟ لان بالتالي ان الاسم مش هيتغير، الجندر مش هيتغير، مفيش حد غير الجنس بتاعه كل يوم يعني، ولا غالبا ما بيتغيرش يعني، فافضل ظروف يعني. البيرث ديت بالتالي الايج ما بيتغيرش، هيفضل زي ما هو ثابت. يعني راجل اتولد 12/1/68 مش هيتغير، بكره هيبقى مثلا 12/2 مثلا، لكن الويت بيتغير مثلا. بالتالي مثلا مثال من اشهر الامثله السيدات الحوامل، كل اسبوع ولا كل اسبوعين بتروح الدكتور تتابع الوزن وتتابع البلد بريشر، مش شرط تكشف فاست بس دول بيتغيروا. فبالتالي دول ك ك ك ك ك كإليمنت في البروفايل وضعهم غلط، ما ينفعش يبقى عندي حاجه زي كده. لان البروفايل تيبل لو انا مثلا في خلال شهر واحد بتاع ده اتضاف في 4، لو انا عندي سنه اضاف في 48 مثلا 12 في 4، بالتالي ده رقم مش منطقي يعني. فبالتالي نبدا نفكر في ايه؟ نفصل الويت والبلاد بريشر تيبل لوحده. طيب، ببقى عندي هنا البيشنت اي دي والنيم والجندر والبيرث ديت. طيب، ها السؤال المنطقي، لما فصلنا ده هنا كده لبيشنت كي وويت وبلاد بريشر، ده بقى اسمه ايه؟ ها دايمين شرحناه قبل كده، اسمه ايه؟ ها صح، ها تالت فيديو، ايوه صح، جانك دايمنشن. طيب، جانك دايمنشن قلنا ساعتها ايه؟ ان انا ممكن احط بعض دايمنشنز مع بعض في تيبل، مش شرط كل يوم يشبه ببعض، بالتالي ان هو اكيب اللي تشينجينج او فاست تشينجينج هنا. طيب، هل فين بقى لسه احنا كل اللي عملناه؟ احنا فصلنا الفاست تشينجينج في تيبل لوحده. جميل جميل. طيب، فين بقى الميني دايمنشن؟ هو الجاي ده. الميني دايمنشن ده هو التيبل اللي هيربط العلاقات ببعض، هيربط البيشنت اي دي والكي ويربط الستارت والاند ديت. طيب، هنا بقى عندي بيشنت اي دي وعندي البيشنت كي اللي هو الكي من هنا، اوكي، وبقى عندي الستارت ديت بتاعه والاند ديت بتاعه، بالتالي الاند ديت ده هو اللي هو النيكست ستارت ديت. ملحوظه كده صغيره مش هنخش فيها، الفانكشن اللي بتحسب اللي بتجيب لك النيكست
ستار ديت، يعني هو عندي التيبل ما فيهوش الكولوم بتاع الاند ديت ده، في ستار ديت بس. لو عايز اجيب النكست ده او اللاست، في تو فانكشن في السيكوال مشهورين جدا اسمها الليد ولاج، موجودين في سبارك، موجودين في اي اي تي ال، موجودين في اي سيكوال، اسمها الليد ولاج، دي اناليتيكال فانكشن. سيرش عليهم، دي من ضمن التاسك بتاع الفيديو ده، بس من ضمن الحاجات اللي هي بتفيدنا ان احنا نجيب هنا الليد واللاج عن طريق الفانكشنز دي. المهم فنبدا نحط هنا دي واحد واحد، نحط هنا النكست بتاعها اللي هو 7 14، المفروض هنا يبقى 21 دي طيبه ماشي. بعد كده بقى عندنا هنا المين دايمنشن ده، فالمين دايمنشن ده بقى جواه ايه؟ بقى جواه العلاقه بين البيشنت والكيز بتاعته اللي هو الفاست تشينجينج والديتس بتاعتها. طيب فانا دلوقتي بقى عندي ايه هنا؟ تعال نشوف هنا، عندي البيشنت ميجر ديتيلز، في الكي والويت والبلاد بريشر، بقى عندي هنا الاي دي بتاع البيشنت والبروفايل ثابت، بقى عندي هنا المين دايمنشن. هنا ايه الميزه في الديزاين ده؟ الميزه في الديزاين ده انت كده خلاص ريحت نفسك من كونسبت انك انت رقم واحد يبقى عندك بروفايل تيبل كبير. فانا لو مش عايز اكسس الفاست تشينجينج دايمنشنز، انا مش محتاج ان انا اكويري تيبل كبير ولا اعمل جوينز دي. الحاجه الثانيه ان انا ريحت نفسي من ان انا ابدا اعمل كومبليكيتد او اعمل حاجه ستاتيك، وان انا ابدا يبقى عندي سيمبل ديزاين اقدر اكسس بيه الداتا عن طريق الميني دايمنشن. طيب نيجي سؤال هنا، ايه يوز كيس تاني ممكن نستخدم فيها الحكايه دي؟ وديوز كيس قابلتني قريب جدا واحنا بنناقش كده بعض ديزاين، كان حد عندهم ايفنتس بتتغير كل يوم، والايفنتس دي ليها علاقات ليها ايديهات ايديز. طيب اللي بيحصل هنا ايه؟ ان كل شويه كل ايفنت ليه ديفينيشن وكل اي دي ده ليه تايم. كان ايه الحل في الحته دي؟ لما تيجي تشوف الكيس دي هتفكر في فاست تشينج دايمنشن. هو ده هنا ابدا افكر في الفاست تشينج دايمنشن ومين دايمنشن هنا، ان انا ابني مين دايمنشن ما بين تيبل وتيبل ماشي، اللي هي اللي عملناها هنا. بالتالي اخلي الجزء الستاتيك ستاتيك اللي هي الديفينيشن بتاعتها ستاتيك، والجزء اللي بيتغير موجود لوحده. هي دي الديزاين، فكر فيها بالشكل ده. انا اول ما جالي يعني المثال اللي كنت بقوله، اول ما جالي الديزاين ده قعدت افكر فيه مع حد، يعني تقول ده لا الديزاين ده واضح جدا، دي باترن واضحه جدا اسمها فاست تشينجينج دايمنشن. فاحنا جينا بصينا مع بعض ولقينا الامبلمنتيشن بتاعتها، قال فعلا انا ما كنتش عارف الباترن ده، ما عملناه هو ده الامبلمنتيشن الصح. هي فهمك للحاجات اللي بتقولها دي اللي ممكن تكون انت شايف ان هو مش جزء مهم قوي، بس هو في الاخر لما تيجي تشتغل براكتيكال بالداتا لازم تكون فاهم الكلام ده عشان تعرف تمبلمنت. الامبلمنتيشن هو اسهل حاجه، الصعوبه في انك انت تكون عارف الباترن وصح تمبلمنت الداتا فيه. طيب احنا كده خلصنا الفيديو ده، شرحنا فيه ايه هو الفاست تشينج دايمنشن واللي هو اسمه برضه رابيدلي تشينج دايمنشن، شرحنا ازاي بيتهندل ان احنا بنفصل الفاست تشينجينج دايمنشنز الفاست في 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 جانك تيبل في جانك دايمنشن، بعد كده نربط الجانك دايمنشن والفاست واللي هو بروفايل او تشينجينج دايمنشن اساسي عن طريق ميني دايمنشن. فبالتالي بنقول ميني دايمنشن هنا تكنيك، هو تكنيك بيساعد هنحل مشكله الفاست تشينجينج دايمنشن. اتمنى يكون كل حاجه واضحه والفيديو يكون لطيف وتكونوا استمتعتوا بيه. شكرا، السلام عليكم.